لا امل بالصحه والريحه. احنا صدفناك وانت كتاكلي تبارك الله بيتزا و... لا لا زعما ماشي انا زعما ماشي انا انا اللحم والخضره اه اللحم والخضره اذا كديري الريجيم شحال الساعه؟ واو بانت لي لاطاي تبارك الله دابا بلات عندك غزاله. لا لا مازال باقي غزاله طويله شويه شنو خاصك تخسري؟ خاصني مازال نقصتي شويه دونك عندي لوبجيكتيف ديالي يعني نزيد. ممكن ديري شي وقفه؟ لا من بعد غير وقفه وجلسه. سمعنا ان عندك شي حاجه في مدينه اكادير تقدر تكلمينا عليها؟ باش عرفت بدا هاد الخبر؟ اه و تخفى عليك حتى شي حاجه نتايا سي با بوسيبل. بصح حنيت كنت في اكادير دوزت تمايا اون سومان في اتلانتيك بالاس وكان كانت عندي اون سومان فيها لو ريجيم دو كون اون سومان ديال تالاسو فيها 16 سوان دونك درت فيهم لو ماساج ماساج تريناج جي دو بلوس ان كوتش اللي هو كان مقابلني والرياضة ولو ريجيم ان ريجيم سبيسيال كيما قلت لك ديال لا تيوري دو كون ديال دكتور دو كون اللي معروف في فرنسا هو ريجيم هو اللي نصحك باش تديري لا لا مشيت ان فيت هما عيطوا لي عيطوا لي كوجه يعني سينمائي وجه معروف في البلاد باش نكون انا سفيره ديال لو ريجيم ديكو النوايا الحسنه سفيره الريجيم ديكو من المغرب ان شاء الله ان شاء الله هما عندهم يعني السفيره ديالهم هي ايزابيل اجانيب ممثله. وكيفاش تلقى الاختيار ديالك غير انت من ضمن بزاف ديال الممثلات اللي هما معروفين؟ خاصك تسولهم هما ما تسولنيش انا صح يعني بطبيعة الحال مكاينش تقولوا من علاش اختاريتوني انا صحبت الفكرة لان ملي استدعوك كانت الفرحة كثيرة لا عندي كان عندي بزاف ديال الاسباب اول سبب هو انه اكادير ما عمري مشيت ليها فكانت فرصة لانني نكتشف هذه المدينة وانني يعني نكتشفها كمدينة وسمعت عليها بزاف دائما متشوقة لانني نزورها للاسف ما كانش عندي يعني الظروف ملائمة او الوقت باش نمشي لها فكانت هذه فرصة. ثاني حاجة أنا نيت كنت محتاجة أنني ندير أن ريجيم ونهتم شوية بجسمي ونهتم شوية براسي ونلقى وقت لنفسي تبارك الله كان ثاني سبب ثالث سبب اسمح لي قطعتك ثالث سبب هو أنه يعني باش نكون سفيرة أنا المسألة كنشجعها لأن دائما في الإشهار في الإعلانات بصفة عامة كيعيطوا على ممثلات يعني عالميات سواء فرنسا او امريكا او دول اخرى كيديروا اعلان في بلادنا فانا كنقول علاش علاش ما يكونش لي مارك كونو ياخذوا الناس تيونا حتى الحمد لله يعني عندنا ناس عندنا فنانين في المستوى مستوى عالي جدا واللي خدموا في اعمال عالميه واللي خدموا في اعمال يعني ناسيونال اعمال في البلاد. وانت بالنسبه لك انت مزيانه في هذا الريجيم؟ وي مزيان انا باش عجبني انا بطبيعه الحال يعني بحال كجميع النساء فايده فيا ريجيمات اخرين. زعما اللي كيدير الريجيم ما عندوش مشكل انه يضرب هذا الفخاد هذا كامل. شوف خدا انت هيك اونتر كوت انت دي بارتي ديال انا هذا تبارك الله هذا راه عرفتي قداش كان كان داير على التوصيل كامل هذا على الريجيم بزاف بيتزا حتى هي كملتيها لا 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 بيتزا انت اللي كليتيها اوه هذا خاصنا نصيفطوا لي هذا الفيديو نقول له شنو السيد بيتزا سي توا سي توا موا انا ما كنسمع انا كيقول لك الريجيم ما خاصكش تغدى تاكل غير شي حاجه شويه مع الكوتشي وهذا ولكن انت تبارك الله على ما بان ليا راه راك غلقتي ماشي غلقت لا هاد الريجيم هذا بالضبط سي ان ريجيم ا باز دو بروتيين اللي هو ريجيم البنية ديالو خاص كيتبنى على توسكي بروتيين البروتينات فكل ما كليتي لي بروتيين كثر كل ما كتفقد لا ماس غريسوز اللي هي لا ماس غريسوز كتفقدها كتكسب العضلات فهذا باش كيتميز هذا الريجيم هذا بالضبط طبعا مثلا انا اليوم عندي
بروتين يعني بي ام بروتين ليوم كما كتشوف لحم مشوي فقط خضره طيبه بالبخار ما فيها لا عطريه لا زيت لا والو فبزاف بزاف من الحمص ما كاين لا عطريه لا يدام لا والو ما عنديش الحق للشويات ما عنديش الحق الخبز ما عنديش الحق للسكر حتى هو المضر اللي انا ماشي اللي عجبني وصحيت له هذا الريجيم هذا هو وانني نقدر تاكل النهار كله يعني تاخذ الفطور والغداء والعشاء وممكن تاخذ يعني حتى في النهار اذا جاك الجوع تاخذ مثلا جاك الجوع تاخذ مثلا ديال البيض او سوغيمي او ياغورت كتحس بطاقة ما كتحسش براسك عيان او فابر او خاوي بالداخل انا لحد الان يعني هذا الشيء كنحس به نشوف امل الصقر عندك جمهور كثير كيبغيك ربي يخليك انا كنحماق عليهم وانت هما كيبغوك بزاف وكتبعوا البرامج ديالك وبالاخص هذا ديال غلطه حياتي درتي فيها الدبلاجه ديال الدور ديال ليلى اللي هي كتبغي علي رضا كتبغي علي رضا وكتحمق عليه وي وغتزوج به خليك تخرجش من المسلسل ما تحرقش تقدر تعطينا شي مقطع من هذيك الدبلاجه علي رضا انا كنحمق عليه علاش ما تقلبش هذيك علي رضا شنو بغيتي نقول شاكيب انا كنحمق عليه لا ما تقولش شاكيب ما عرفناش هاد شاكيب شكون جا نقدر نقول شاكيب انا كنحمق عليك كريم انا كنحمق عليك انا غادي نقول كلمه واحده جمهوري العزيز الحبيب كنحمق عليكم رجال ونساء واطفال كنفرح بزاف ملي كنتلاقى باطفال كيعلقوا لي وكيقول لي كنبغيو ولكن راه باقي ما درتيش للجمهور خاطرو داكشي اللي طلب منك الجمهور كيطلب منك باغي يشوف على حساب الرجيم اللي دايره واش زعما شديتي الرجيم ولا لا بغي يعرف امال الصقر حاليا لا حاليا امال الصقر في البدايه يعني الى دابا ثاني اسبوع انا عندي لا كور يعني البلون داتا كان عندي 3 ايام ولا داك فيه من بعد عندي 3 شهور ومن بعد عاود يعني في فترات فالنتيجه ما غاديش تكون دابا غتكون شويه بشويه قولي يا امل كديري شي سبور سبور مطلوب في هذا الريجيم وعلى الاقل ساعه المكانه ديال المارش حيت شفت دابا لابسه السيرفيط وهذا كنت يمكن لك انت كتحركي شويه كنت نتمشى في لاكورنيش كيعجبني نتمشى في لاكورنيش كتمشي في لاكورنيش دابا الساعه 2 ما شتي كتمشي ما عنديش وقت الا يعني وقت ما كيبقى لي شويه ديال الوقت في النهار كنخطف واحد سمعت المكانه وكنمشي يعني ما عنديش وقت مضبوط ساليت الصباح كنمشي الصباح كان ما بين 12 او 2 3 اذا لونطريما بالنسبه لك ما عندهاش الوقت على حسب حالتي النفسيه او على حسب حالتك النفسيه ما فهمتش شي حاجه كتضايقك يعني لا مش شي حاجه كتضايقني غير بعض الاحيان كنحس انني محتاجه نمشي نزور البحر نزور البحر ولا سيد عندي علاقه غريبه مع البحر ياك كونك شنو البحر كنمشي له في جميع حالاتي وضروري خصني نشوف شي حاجه سبحان الله ما عمرك كنتي نعسه كنحلم بها ما عمرك كنتي نعسه بالليل وفقت مشيت للبحر لا ولا الدرجه لازم الخاص يعرف كل شيء شوفي خلي امل الصقر لك عطيني اسئله منطقيه نعم. جاوبك سؤال منطقي لا قلت لي عز عليك البحر كتمشي لي في اي وقت واش ممكن لا ماشي ملي كيكون عندي يعني ملي كنخصص ليه وقت ضروري لا كتخصصي ماشي كتمشي في اي وقت اي وقت لا ممكن مثلا دابا انا كنت مصيفه حدا البحر مثلا بعد العشاء كنقدروا نشعلوا العافيه حدا البحر كنجلسوا ممكن في هذاك الوقت انا بالليل البحر ما عنديش مشكل تبارك الله عليك الأجوبة عندك تلقائية كتخرج غير بوحدها تلقائية وصريحة لا من ناحية الصراحة صريحة مش أحسن من صراحة وما كاين أحسن من البحر لا كاين بزاف الحوايج شي حاجة كتعجبك بزاف
شي حاجه كتعجبني في حياتي كاين بزاف ديال الحوايج كيعجبوني حاجه من بزاف الحوايج من بين الاشياء اللي انا عجبوني بزاف مؤخرا زرت بزاف ديال دور الايتام وديال الجمعيات الخيريه اذا كيعجبك دير الخير واحد يعني واحد احساس واحد طاقه كتاخذها من الاطفال واحد احساس يعني غريب وجميل بزاف وكتحس بالاطمئنان وكتحس انه الرحمه ديال ربي نزلت عليك حتى انني يعني يوم العيد الفطر مشيت زرت دار الفتيات فطرنا معاهم انا وبعض الفنانين عاد مشينا فطرنا مع عائلتنا وولادنا هذا احساس يعني جميل جدا وكنتمنى دائما نبقى نديرو مؤخرا مشيت معاهم يعني نظمت مع ملها ملاعب كريزي بارك اللي كاين في دار بوعزة ونسقت مع جمعية لالا حسنة وخديت أطفال نسقت معاهم وخدينا أطفال ومشينا لعبنا مع بعضياتنا راه كاينين تصاور فيسبوك ممكن تشوفوهم لعبت معاهم بقات معاهم في الودخة أما اللي غادي تقول لنا السر ديال هاد الرشاقة ديالك انت رشيقة وجميلة و والله تيقني السر بسيط جدا أن يكون قلبك كبير أنك تكون طيب أنك تكون واضح وشفاف مع نفسك ومع الناس ما تنافقش ما تكونش غيور وما تكونش يعني الغيرة الخايبة الغيرة اللي والحسد والانتقام أنا هادو يعني اللهم لك الحمد انتفاداهم تبارك الله عليك أمال والكلمة الأخيرة اللي تقول للجمهور كنبغيكم وكنحماق عليكم الله يخليكم ليا و أنا دي